مباريات اليوم الخامس من كأس العالم قطر 2022 انطلقت بلقاء سويسرا التي واجهت منتخب الكاميرون ممثل الكرة الإفريقية. مواجهة لعبت على أرضية ملعب الجنوب ولم ترتقي إلى مستوى التطلعات، موعد نجحت فيه سويسرا في تحقيق نتيجة إيجابية هي الأولى لها في نسخة المونديال الحالية بقطر بفضل هدف وقعه اللاعب الكاميروني الأصل بغيل إمبولو. وفي مواجهة أخرى لعبت على أرضية ملعب المدينة التعليمية لم تترجم بعض المحاولات القليلة في لقاء لعب بين الأوروغواي ومنتخب كوريا الجنوبية لتنتهي رحلتهما الأولى في المونديال بتعادل سلبي. وفي مواجهة أخرى تلعب البرازيل بقيادة نيمار مع سيربيا في موعد هو الأول بالنسبة للسامبا في كأس العالم.